البنات مرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد. كنتمنى اللي اول مره غادي يزور القناه ديالي كنتمنى منه يدير اشتراك معنا في القناه ويدعمني بلايك ويخلي لي تعليق هكا باش تزيدوا تشجعوني ان شاء الله ونزيد نعطيكم اكثر. هنا اليوم البنات جيت غادي نوجد معكم ديسير اللي عباره عن تيراميسو اللي كيجي صراحه ساهل بزاف. هنا كنحتاجوا فيه اول حاجه كنحتاجوا فيه الماسكاربون. هنايا عندي 250 غرام ديال الماسكاربون، اللي ما عندوش ماسكاربون يدير فخو هذاك فيلاديلفيا حتى هي راه فحال فحال. هنا عندي قلت لكم 250 غرام ديال الماسكاربون وعندي 100 غرام ديال السكر وعندي 3 ديال البيضات، صفر ديال البيض وحيدت منه بيض ديال البيض اللي غادي نطلعو بوحديته. وهنايا عندي القهوه، القهوه اللي تكون قاصحه، وعندي الكاكاو المر، وعندي لو بودوار هذا البسكوي هذا اللي كيكون هكا بهذا الشكل هكا يا طويل. هادو هاد ثلاثه هادو غادي نخليهم على جنب، يعني غادي نبدا دابا بالصفر ديال البيض وغادي نطلع البيض حتى هو، وهادو غادي نخليهم يعني حتى نطلع الصفر ديال البيض. غادي ندوز دابا ناخذ هنا عندي ثلاثه ديال البيضات، عندي 100 غرام ديال السكر سنيده، وغادي نطلعو بالباتر يعني حتى غادي يولي اللون ديالو فاتح. هانتوما البنات كيف ما كتشوفوا ها هو يعني حتى كيولي اللون ديالو هكا فاتح بحال هكا. دابا غادي نخليها حتى على جنب وغادي نطلع البيض ديال البيض.
بناتها هو كيف ما كتشوفوا البيض ديال البيض طلعناه كتقاوم هذا. دابا غادي ندوز غادي ناخذ هاد الصفار ديال البيض اللي طربناه حتى هو بلا، غادي نزيد عليه الماسكاربون الفرماج البيض وبنفس البعضر غادي نطرب عاود هكا. غادي نبقى نزيد هاد البيض ديال البيض، غادي نبقى نزيدو على الخليط ديال الماسكاربون وصفار البيض يعني غير شويه بشويه بحال هكا، ما غاديش نديرو في كامل في مره واحده هكا، وغادي نخلط بالسباتول. هنا سالينا بالباتور، دابا غادي نبقى نخلط هكا بالسباتول هكا من الفوق للتحت بحال هكا، يعني باش ما نهرسوش داك البيض ديال البيض غير بشويه بهذه الطريقه. شوفوا حاولوا ما تزربوش البنات ملي تكونوا كتخلطوا باش ما يتهرش معكم داك البيض ديال البيض. نزيد الضفاعة الثانية الأخيرة وهي الثالثة، كنستمر بهذه الطريقة بهذا الشكل كيف ما كتشوفوا. يعني حتى كينسجم داك الخليط ديال البيض ديال البيض مع الكريم ماسكاربون وصفار البيض صافي وكنوقفو، يعني هنا كيبان ليا بركة عليه بحال هكا، يعني راه كيجي ثقيل شويه يعني مكيجيش خفيف بزاف بحال هكا. صافي دابا غادي نوقف. هاد الاثناء البنات انا خديت عندي هنايا بوشا دوي غادي نعمرهم، نعمر الخليط ديالي هنا غادي ندير الخليط كامل. هكا دابا غادي ندوز باش غادي نعمرهم في الكويسات. غادي نحتاج
باش غادي نعمر الكويسات. هنا غادي ناخذ هاد لو بودوا هاد البسكويت اللي كليكم. هنا عندي القهوه البنات راه سخونه، غادي نضغط في البسكويت ديالي هنا بحال هكا كيف ما كتشوفوا صافي، وغادي ندير بحال هكا، غادي نحاول نهرسهم هكا على ثلاثه ندير الكوش الاولى هكا، غادي نحبس وغادي ندير الكوش الثانيه ديال البسكويت. الطريقه كيف ما كتشوفوا بحال هكا صافي. هنا كنبقى غادا نستمر بهذه الطريقه حتى كنكمل الكريم ديالي اللي عندي في بوشه دوي كامله. يعني كيف ما شفتوا البنات كندير كوش ديال البودوار بهذا الشكل هذا، هذا البسكويت وكوش ديال لا كريم، وكنعاود ندير عاود كوش ديال البسكويت وكوش ديال لا كريم من الفوق. يعني كتجي بهذه الطريقه. هنا غادي نكمل هذه الكويسات ديالي، غادي ندخلهم الثلاجه واحد جوج سوايع ولا ثلاثه سوايع يعني يبردوا مزيان، وعاد غادي ندوز باش غادي نزوقهم من الفوق بهذا الكاكاو المر، ونرجع معكم ونوريكم الشكل النهائي معكم البنات. بعد ما برد التيراميسو ديالي كيجي بهذا الشكل هذا صافي. ملي برد خديت الكاكاو المر ودردرتو عليه هكايا من الفوق بهذا الشكل كيف ما كتشوفوا. صراحه البنات كيجي التيراميسو لو ساهل وكيجي صراحه بنين بزاف، وكنتمنى البنات تجربوه وغنوريكم الشكل ديالو من الداخل. هانتوما يعني كيجي كريمي من الداخل صراحه زوين بزاف. هانتوما باش كيجي هما داك الطريفات ديال داك البسكويت البودوار، يعني كيجيو باينين ها صراحه كيجي رائع التيراميسو. كنتمنى تجربوه البنات وما غاديش تندموا عليه. وكنقول لكم البنات نتلاقاو في فيديو الجاي ان شاء الله، وبسلامه عليكم. وما تنساوش البنات تشتركوا معايا في القناه وتخليوا لي لايك وتعليق، ونقول لكم سلام عليكم ونتلاقاو في فيديو الجاي ان شاء الله.